المبادرة الوطنية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر هي جزء من استراتيجية عمان الرقمية. تم تدشين المبادرة في عام 2010 تهدف إلى تعزيز وتوطين استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في السلطنة إلى جانب استخدام البرمجيات المغلقة المصدر. كذلك تهدف المبادرة إلى التطوير وتأهيل الكوادر العمانية في البرامج التخصصية للبرامج المفتوحة المصدر. نقدم عدد من الورش والمحاضرات التعريفية بالمبادرة ونقدم التدريب التخصصي للعمانيين في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ونقدم كذلك الدعم والاستشارات للجهات الحكومية.